ما تضيعش وقتك وتفضل تفكر في السبب اللي خلى البنت تعمل لك بلوك مرة واحدة، او انها بطلت ترد على رسائلك فجأة، لان انت كده هتفضل تحرق في تفكير كتير جدا، وفي الاخر مش هتوصل لحاجة، وبرضه مش هتدي لك السبب اللي خلاها تعمل كده، فهتفضل متعلق والموضوع شاغل تفكيرك ومش هتعرف تتخطاه ايا كان السبب اللي خلاها تعمل كده. فانت في النهاية عندك الاجابة بتاعتك، هي مش عايزة تكمل، فتقبل انها مش عايزة تاخد معاك خطوة تاني لقدام. وافهم كويس ان البنات بيبقى صعب جدا عليهم ان هم يقولوا لك انا مش عايزة اكمل عشان اسباب كذا وكذا، فبياخدوها من قصرها ويهربوا مرة واحدة. مش مهم ان انت تعجب كل بنت عجبتك، المهم ان انت تستفيد من اخطائك وتتعلم من دروسك وتكمل على اللي بعد كده.